اعزائي المشاهدين اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج حلم حياه النهارده حلقتنا مختلفه جدا جدا وهي حديث الساعه في ظل قانون التصالح الجديد هناك العديد من التساؤلات ما هو قانون التصالح الجديد وما هي الاجراءات المطلوبه لتقديم ملف التصالح وما من يطبق عليه قانون التصالح وما هي الاجراءات والنهارده طبعا في اسئله كتير جدا جدا وهيجاوبنا على الاسئله ديت المهندس محمد مبارك متخصص في عمل تراخيص هدم وانشاء وتعليه وايضا تصميم وتنفيذ المنشات الهندسيه ومدير مكتب التميز. باش مهندس اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك استاذ احمد واهلا وسهلا بالساده المشاهدين وان شاء الله تكون حلقه موفقه لنا جميعا ان شاء الله. ان شاء الله. في البدايه عايزين نعرف مع بعض ايه هو قانون التصالح؟ يعني تعريف مبدئي نعرف ايه هو قانون التصالح؟ تمام هو قانون التصالح طبعا في ناس كتير اتكلمت فيه من الساده المهندسين الافاضل من وزاره من وزاره الاسكان او اي مسؤول من الادارات الهندسيه ولكن النهارده احنا عايزين نلمس المشاهد من تساؤلاته ما هو قانون التصالح ببساطه كده تمام قانون التصالح في البدايه هو تقنين الوضع المخالف يا استاذ احمد بمعنى ايه؟ بمعنى دلوقتي انا بنيت مخالفه سواء كان في خارج الحيز العمراني او داخل الحيز العمراني اي مخالفه صدرت ليك ضمن مخالفه 119 لسنه 2008 قانون البناء الموحد او ما سبق منه من مخالفات يتم التصالح عليه ليه علشان اقنن الوضع المخالف اللي زي ما قلت لحضرتك توجه هنا في ثلاث حاجات يا استاذ بصراحه في توجه من الدوله المصريه وفي رؤيه عاليه جدا من الدوله المصريه والدوله المصريه هنا متمثله في الحكومه المصريه آه وفي هدف من قانون التصالح والتلاتة تلات بنود الاساسيه لازم نقف عندهم آه فتره كده ما هو رؤيه قانون التصالح رؤيه قانون التصالح اولا استاذ احمد هو ليس تمام. ازاله بيوت الناس وده احنا عايزين نبينه للساده المشاهدين تمام. هو غير ملزم ان هو يزيل البيت انا مش منزل قانون عشان ازيل البيت انا منزل قانون عشان اقنن الوضع المخالف يا استاذ تمام طيب. آه، توجه الدوله هنكمل بس الجزئيه البسيطه دي توجه الدوله يا استاذ احمد السياسيه هو غلق هذا الملف تماما غلق هذا الملف تماما من حيث استفاده المواطن بيه ومن حيث تطوير قانون التصالح طيب. وان شاء الله طيب بقى فن. في فاصل بس قصير تمام نستكمل الحديث بس بعد الفاصل تمام يا فن. فندم وبعد ما رجعنا من الفاصل نستكمل الحديث مع المهندس محمد مبارك في قانون التصالح باش مهندس اهلا وسهلا بيك مره ثانيه اهلا وسهلا بك معلش سامحني ان انا قاطعتك بس عشان كان ضروري كان معنا الاذان فعايزك بقى تكمل لنا قانون التصالح أه طبعا احنا خلاص اه انتهينا من نقطه رؤيه القانون ورؤيه القانون وهنا قلنا اه هو ليست ازاله بيوت تمام اه خالص هو تقنين الاوضاع المخالفه بحيث ان المخالف ده يقنن وضعه عشان يبقى عايش في يعني ايه في يعني بوضع سليم ده توجه الدوله يا استاذ احمد انا كنت لسه اقول توجه الدوله هو غلق الملف تماما اه وقنن الوضع تماما علشان الدوله المصريه او الحكومه المصريه تقدر تتفرغ لتطوير بقى ما يعني ما استفاد منه المواطنين من مخالفات في خارج الحيز العمراني او داخل الحيز العمراني تطوير هنا من صرف صحي من مياه من كهرباء من غاز فانا توجه الدوله هو الاستفاده وليس معاناه المواطن طبعا هو الكلام بتاع حضرتك ده الاستفاده عشان يقدر يعيش في وضع سليم وخصوص الاستفاده تمام. عايزك تقول بقى الافاده يعني العائد على الدوله والعائد على المواطن بشكل واضح ده, ده ده سؤال ممتاز جدا استاذ آه احمد آه بالنسبه للمواطن وده نبدا بيه لان الدوله آه بتعيش عشان خدمه المواطن خدمه المواطن آه المواطن في الدرجه الاولى طبعا اه طبعا طبعا المواطن هنا هيستفيد ازاي من قانون التصالح هيستفيد ان هو بيقنن الوضع المخالف آه بتاعه فخامة دولة رئيس الوزراء بيقول إيه؟ كان عندنا في محافظة الألوبية في بنها وقال أنا مش عايز حد يجي لك تاني من كهرباء من وحدة محلية ويقول لك ده أنت كتير مخالف إن صح؟ آه لك أنت مخالف أنا عايز أنهي موضوع كلمة مخالف بالنسبة للوضع القائم بتاع حضرتك وعايز أقنن الوضع القائم بتاع حضرتك والتصالح مثابة رخصة التصالح بس رخصة, رخصه ان انت وضعك قانونية سليم سليم 100% ولك حق انك تقدم على ميه وكهرباء ومصاريف حاجه من المرافق من الدوله المصريه ده استفاده المواطن بقانون التصالح طيب تمام. الاستفاده للدوله المصريه طبعا انا هحصل ماديات طبعا ممكن تقدر تفيد الاقتصاد المصري ممكن خد بال حضرتك بقى بالنسبه للماديات وده امر شائك جدا. حضرتك دلوقتي المواطن عنده لبس في النقطه دي، هو انا بدفع جديد تصالح او بدفع رسوم تصالح ليه؟ عايزين <applause> <applause> نوضح له طبعا ونعرفه زي ما حضرتك يا بتقول يا فندم يا فندم المحصور المخالف في جمهورية مصر العربية المباني المخالفه اكثر من 3 مليون جي مليون 3 مليون مخالفة. مخالفه 3 مليون مخالفه تمام والتصالح حوالي تقريبا مليون لا لا ما, ما قدم على التصالح م. هو مليون م. مليون مليون طلب اتقدم لحد دلوقتي يعني عدد ضئيل جدا بعدد مثلا 6 مليار جنيه م. تمام طيب انا اقدر اكفل او اتكفل كدوله مصريه لل 3 مليون عايز كام عشان الخطه البنيه الاساسيه تبقى سليمه؟ عايز كام عشان اقدر ادخل له صرف صحي؟ عايز كام عشان اقدر ادخل له كهرباء؟ عايز كام علشان اخليه يتمتع بكل المرافق اكثر من 600 مليار فانا الدوله هتدعم المواطن فالتصالح هنا هو مساعده يعني بجزء ضئيل جدا بحيث ان انا اقدر اوفر لك باقي المرافق انت المستفاد. المواطن المستفاد من الدوله المصريه والدوله المصريه احنا بنشكرها والحكومه المصريه احنا بنشكرها على تطبيق قانون التصالح لان تطبيق قانون التصالح هو عائد اللي هو هيعون او هيقدم معاونه او مش هيرفع الدعم عنه هيقدم الدعم عنه في قانون التصالح وهيزوده المرافق بتكلف الدوله هيتحمل الدوله تتحمل عبء يعني كبير جداً. كبير, جداً. كبير جدا ولكن للاسف المواطن مش واخد باله من ده ما احنا موجودين بقى عشان نوضح للناس دي بالظبط احنا موجودين عشان نوضح للمواطنين قانون التصالح هيفيدك ازاي وان اللي انت بتدفعه حضرتك ما يمثل واحد من عشرة من التكلفة الفعلية بالتخطيط العمراني اللي هيحصل لحضرتك بالمرافق اللي هتتوصل لحضرتك الدولة المصرية أنا بوجه الشكر ليها في قانون التصالح مرة واثنين ليه؟ لأن هي فعلا أثبتت أمام العالم كله أن هي في خدمة المواطن طبعاً هو طبعا اساسا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني عنده المواطن في الدرجه الاولى سياده الرئيس بقدر المستطاع بيحاول انه يطور ويخلي مصر ديت يعني فوق يعني يعني عايزها يعني, يعني في الدول العظمى عايزها تبقى مساله الدول العظمى احنا احنا المفروض كشعب مصر نفهم رؤيه القياده السياسيه ما بص يبقى عندنا نظره مستقبليه بالظبط انا فخامه السيد الرئيس لما كان هناك جوله آه وقال سيب لي انا اخطط لك كان قصده ان انا ما تخلينيش ابص في التصوير الجوي كل شهر الاقي البقعه الخضراء بتستنفذ وعايزين برضه نحافظ على البقعه الخضراء يا فندم الخضراء. احنا احنا في دوله واحنا في سياده قانون واحنا في هيبه الدولة نحن نتعامل مع قانون عايز تبني في الزراعه سيب الدوله المصريه تقدر تخطط لك بتخطيط عمراني محترم حضرتك مش هتعرف تخطط. وضع سليم. انا مش بهاجم برضه المواطن. مم. انا مش بهاجم المواطن، احنا موجودين عشان بس نوضح الصوره. القياده السياسيه بتخدم المواطن ازاي؟ ده اللي احنا قلناه، الرؤيه والهدف في خدمه المواطن اللي هو تقنن الوضع المخالف بتاعك. وده آآ آآ المواطن لازم يكون لامسه. لازم لازم المواطن يكون لامس الوضع الحالي للدوله. تمام طيب بص يا باشمهندس احنا معانا اتصال ايه رايك ناخده؟ تمام وبعدين نرجع نكمل حديث تمام اتفضل عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله و وبركاته ازيك يا اسير؟ ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله معاك عبد الله من نورتنا يا استاذ عبد الله نورتنا اتفضل حضرتك <والله تصفضل صفرة> معلش انا كنت بس عايز بس اسال الباشمهندس بس سؤال انا عندي قطعه 96 متر في قريه بس في عامل بدروم والدور الثاني يعني نصه كده عامل بس اللي عامل ده بس فقط بدروم يعني. بدروم وارض يا فندم لا برد... بدروم وارض هو بدروم وبعد ارضي تمام يا فندم ده اللي يعني هتحاسب عليه ازاي هتحاسب دورين ولا هتحاسب دور واحد ولا ايه بالظبط يعني تمام فن. يا فندم تمام ماشي شكرا تمام يا استاذ عبد الله الباش مهندس هيرد على حضرتك حالا بص حضرتك وانت بعد ما تستوفي جميع الاوراق المستندات اللازمه لتقديم طلب التصالح تمام هو بيك... الاستاذ عبد الله بيتكلم انا عندي 96 متر و... وفي قريه مش في مدينه ليه؟ ليه في قريه؟ هو حدد برضه في قريه وفي مدينه لان القريه لها سعر والمدينه لها سعر سعر تمام؟ احنا بنتكلم لحضرتك دلوقتي هتتحاسب على البدروم والارضي كمساحه كامله دورين يعني انت حضرتك هتضرب المساحه المخالفه اللي هي 96 متر في اتنين عشان حضرتك باني دورين والرسومات الهندسية المعتمدة من مهندس نقابي أو تقرير الاستشاري اللي صدر لحضرتك هيقول دورين يعني بضروب وأرضي علشان ده الوضع القائم حضرتك بتتصالح التصالح يا أستاذ أحمد على الوضع القائم يبقى 96 متر في اتنين علشان دورين في سعر المتر في الكرة والعزب وأنا هنا بقى بشكر دولة رئيس الوزراء تمام. لأن كان فيها تضارب كان سايبها للسادة المحافظين هم يحددوا السعر ايمانا منه وتماسكا منه على تقليل العبء على المواطن وعشان يبقى في عداله مات تقليل العبء على المواطن ماديا خلى المتر يا فندم بخمسين جنيه م. خلاص و... يبقى انت حضرتك الاجمالي بتاع حضرتك ستة وتسعين متر في اثنين تمام؟ في 50 جنيه واقسم الكلام ده على أربعة على أو 25% حضرتك بيتم سدادهم دلوقتي اللي هم ما يسموا بجدية التصالح التصالح حضرتك قلت جملة مهمة جدا فضل. إن السعر في في القرى تمام غير المدن غير المدن طبعا ففي النقطة دي طبعا إذا أنا بقول لحضرتك فيها عدالة يعني فيها عدالة عظيمة طبعا تمام؟ لأن يعني أسعار المدن مش هتكون طبعا زي القرى بالظبط دول غير دول طبعا ف... عايزك برضو يعني تشرح لي الاسعار هنا كام مثلا وهنا كام بالنسبه للكرة والعزب اللي هو توابع الكرة م. تمام دوله رئيس الوزراء حددها 50 جنيه لكل متر تمام تمام ايا كان حضرتك بقى باني دور 2 3 باني مبنى عشوائي مساحته حضرتك بتضربها في 50 متر خلاص تمام آه بالنسبه للمراكز والمدن يعني احنا مثلا هنا بعد بعد قرار دوله رئيس الوزراء هنا محافظ الاليوبيه قرار رقم 693 لسنة 2020 تمام؟ قال القرى والمدن بعد طبعا رئيس الوزراء 50 جنيه، طب خلاص ما ثانيا. اتفقنا؟ طيب ده في حالة سكني. طب تجاري؟ احنا بنتكلم في 180 جنيه. الوضع يختلف طبعا. طبعا، احنا طب لو المبنى بتاعك إداري 90 جنيه، طب لو صناعي 50 جنيه، طيب لو دور عبادة 50 جنيه، طيب لو غيرها غيرها ده اللي هو مشروعين يعني او مم. مشروع صناعي كبير او اه مشروع او مشروع قومي او مستثمر محط محطه محطه كهرباء مثلا مم. اي مشروع غير غيرها 225 جنيه لكل فيه. متر طبعا توخ اها شبين القناطر الخنكه ده احنا بنتكلم في مباني اربع ادوار فيما اقل تمام احنا بنتكلم في 105 جنيه تمام وهكذا بقى يعني القرار عشان بس وقت عشان الوقت ما ياخدناش في الاسعار بالظبط بس اهم حاجه عشان الكره أكتر مخالفات 50 جنيه لكل من تمام عشان الوقت ما ياخدناش في الاسعار زي ما انا بقول لحضرتك انا دلوقتي اهو مخالف تمام تمام ايه الاجراءات اللي المفروض امشي بيها والمستندات المطلوبه مني تمام يا فندم عشان اتصالح تمام يا فندم هو حضرتك بالنسبه للاجراءات المتبعه ده حددتها اللائحه التنفيذيه في الماده 2 وقالت هو صوره بطاقه مقدم الطلب آه المستند الدال على صفة ملكية الطلب اللي هو متمثل آه في آه عقد الملكية ولازم يكون واخد عليه صحة التوقيع طبعا تمام آه آه المستند الدال على إثبات تاريخ المخالفة وهنا المحضر والرسومات الهندسية المعتمدة من مهندس نقابي وتق وتقرير سلامة إنشائي دولة رئيس الوزراء برضو إيمانا منهم على التساهل والتوجه الدولة على أنه هو يسهل للمواطنين التقديم قال قدم باي حاجه دلوقتي وليك شهرين استكمال اوراق قدم باي مستند يكون معاك حاليا يا فندم لو لحد بصوره البطاقه أوراق. لو بصوره البطاقه وحضرتك عايز تقدم وعايز تدفع على المساحه قدم هتستكمل الاوراق بعد شهرين هيحسبوا لك لو في زياده هيحسبوا لك الزياده برسم فحص او جديد تصالح ومن ومن ثم الرسومات الهندسيه هي التي تثبت ذلك طيب بخصوص انك حضرتك قلت شهرين وطبعا في في مجالس المدينه بتتم تقديمها في مجلس المدينه طيب. يعني او المجالس المحليه فضل. دلوقتي في مده معينه بما ان حضرتك قلت شهرين في مده معينه مسموح بيها وبعدها يبقى خلاص مفيش تقديم للتصالح أوه. ولا لا هو لحد دلوقتي وانا بتمنى ان هي تمتد يعني لان في ناس كتير طبعا عايزه تتصالح هو لحد دلوقتي لحد 30/9 اخر معاد تقديم طلبات التصالح لحد 30/9 تمام القادم يعني يعني هم. الاسبوع الجاي عطاء اه بالظبط او الاسبوع اللي اخر تقديم أوه. طلبات التصالح طيب آه بالنسبه طب انا اتمنى ايه انا اتمنى طبعا اللي هي تمتد لان الناس احنا احنا جالنا 3 مليون مخالفه هم. اللي قدم على طلب تصالح مليون تمام بس الناس خايفه ليه الناس ما عندهاش ما عندهاش القدره ليه استيعاب لرؤيه الدوله والقياده السياسيه رؤيه الدوله والقياده السياسيه يا فندم قدم ورقك يا فندم اتصالح علشان تقدر تستفيد بالوضع القائم المخالف بتاع حضرتك تعلي ت... يعني على فكره التصالح يا فندم مسابه رخصه بمعنى ايه حضرتك دلوقتي اتصالحت انا اتصالحت على المبنى الم... بقى معاك رخصه ان ال... طيب المبنى بتاعك علي. ده خلاص يعني انا دور ارضي الاستاذ عبد الله اللي كان بي... بي... بيتصل علينا من شويه باني بدروم وارضي عايز يعلم حضرتك م. اكيد هتعلم طيب في سؤال بخصوص مسابه رخصه الرخصه دي ملف التصالح الواحد لما بيقدم لما بياخد الرخصه دي بتكون مثلا لكذا دور يعني ثلاث ادوار ولا بيبقى التصالح حسب الدور التصالح حسب الوضع القائم تمام يعني هو باني دور اللي هي خلاص الواجهه التصالح على الوضع القائم حضرتك باني ارضي ودور يبقى على الارض والدور حضرتك باني مثلا مبنى بلوك يبقى تتصالح على البلوك طب ايه اللي هيحصل بعدين حضرتك التصالح مثابة رخصه يعني انت اثبت انك تبع الحيز العمراني الجديد او ضمن الكتل المتخمه من الحيز العمراني فتقدر تقدم على رخصه هدم وتهد البيت وتقدر تقدم على رخصه انشاء وتبني البيت. تمام. يعني ال... دلوقتي معاك الرخصه بعد كده عادي تعمل رخصه انشاء عادي جدا وتهد وتبني عادي. تمام. يعني طيب دلوقتي حضرتك قلت إن دلوقتي عندنا ثلاثة مليون مخالفة. آه طبعًا. واتصالح فيهم مليون. آه. طب دلوقتي. لا مش اتصالح، تم التقديم. آه. قدم, عن أوه قدم أوه على أوه طلب التصالح مليون. يعني ده يعني اللاجنة يعني في وضع المتصالح يعني. يعني فنية. يعني فنية تمام، طب, طب, طب دلوقتي اللي هو ما قدمش على تصالح لحد دلوقتي. أوه وحضرتك بتقول إن لحد النهاردة آخر, آخر المدة اللي هي 30/9، اللي ما قدمش على تصالح ده، الإجراءات اللي هتتخذ معاه إيه؟ قررت إزالة فورية فندم. قرارات ازاله فوريه. ومن هنا بنوجه يعني مناشده للناس اللي هي ما اتصلحتش لحد دلوقتي. انتوا اتصالحوا، الدوله بتعمل كل ده من اجل المواطن ومن اجل الحفاظ على المواطن وعايزه تعيشك يعني في مكان سليم ويبقى معاك رخصه وعشان تقدر تقدم لك كل المرفقات اللي حضرتك تستحقها، تقدم لك كهرباء وميه وتقدم لك كل حاجه، فعشان كده الحق بسرعه وتوجه وحاول انك تتصالح. اهم نقطه بس يا استاذ احمد انا عايز اوضح للمواطنين لان ده سؤال بيجي لي في المكتب كتير قوي هو انا دلوقتي عندي مخالفه قبل 2008 قبل 2008 يجوز التقديم لطلب التصالح في اللائحه التنفيذيه الاول لائحه تنفيذيه لقانون التصالح صدرت كانت بتقول ما تم من مخالفات لقانون البناء الموحد 119 لسنه 2008 مظبوط تمام في التعديل في قانون في قانون واحد لسنه 2020 قالت ايه قالت قانون 119 لسنه 2008 اللي هو قانون بناء الموحد وما سبق منه من مخالفات يعني لو عندك مخالفه من سنه 90 وخارج الحظر عليها يجوز التقديم لطلب التصالح تمام. تمام طيب هو طبعا انا بحاول اسالك يعني اسئله كتير كده يعني ما باخدش الاجابه تحت مفصله قوي عشان الوقت تحت تمام تحت دلوقتي لو حد دفع غرامات قبل كده تمام ودفعها فعلا لما بيجي يقدم على قانون التصالح الغرامات دي بتتخصم من مبلغ التصالح ولا لا؟ بتتخصم من مبلغ التصالح لكن هناك بعض الاجراءات الاول انت بتدفع جديه التصالح الاول وبعد ما اللجنه الفنيه اللجنه الفنيه المختصه بتنزل طلب التصالح تفحص طلب التصالح هيبقى انت دفعت 25% تمام في إيه؟ 75% تمام كده؟ انا دفعت 10000 جنيه معاك ايصال سادات؟ اه الليحه التنفيذيه بتنص على كل الغرامات السابقه وده في التعديل برضو كل الغرامات السابقه بيتم خصمها من مبلغ التصالح بتاع حضرتك تمام كل الغرامات يعني حقك محفوظ طبعا طيب عايزك تقول لي موقف من بنى خارج الحيز العمراني بعد التقديم على ملف التصالح آه دي بقى عقوبه قصوى يعني احنا بنتكلم في آه يعني, يعني انت دلوقتي م. المحضر او مخالفة بتاعه حضرتك بتتحول للنيابه العسكريه بيتم فيها الفصل ما بين يا اما السجن يا اما الغرامه وهل القضيه دي بتنتهي من النيابه العسكريه فقط ام بتستمر لا بتستمر بيتم احالتها للنيابه العامه وتفضل قضيه لانك يعني خالفت مخالفه كبيره جدا بعد قانون التصالح في إيه وانت بتعمل ايه يعني قانون التصالح دلوقتي بيحترم سياده الدوله حضرتك تنتظر المخططات التفصيليه او تنتظر خريطه الكتل القريبه من السكان وتنتظر توجه الدوله البناء خارج الحيز العمراني على ارض زراعيه حاليا مرفوض وتوجه الدوله والقياده السياسيه حازم في الموضوع ده يا تمام طيب عايز اسالك سؤال مهم طب. انا دلوقتي خلاص اتصلحت في مستند مهم انا لازم اخده من المحليات طبعا المستند هناك ثلاث آه، مستندات بتاخدهم آه، عشان تثبت إنك مقدم على طلب التصالح أول حاجة رسم الفحص م. تمام وده وصل ايصال سداد من آه، المجالس المحلية <applause> تاني حاجة وصل جدية التصالح اللي هو في 25% ثالث طيب. حاجة فندم آه، نموذج ثلاثة نموذج ثلاثة ده فايدته إيه؟ بعد ما تستوفي الأوراق لو الورق بتاعك مستوفي يعني صور بطاقه كل حاجه فيه سليمه يعني صحه التوقيع محضر مخالفه رسومات هندسيه وتقرير سلام انشائي محضر الورق بتاعك مستوفي يتم ليك تسليم بطاق شهاده بتفيد ان حضرتك قدمت على التصالح واستوفيت جميع الاوراق والشهاده دي فايدتها ايه بتوقف نظر الدعاوى المتعلقه بالمبنى حل الطلب يعني لحد ما اللجنه الفنيه تنزل وتبت في طلب التصالح طبعا عشان الوقت انتهى هاخد من حضرتك اخر سؤال وهو في شروط معينه لقانون التصالح ولا لا؟ في شروط معينه لقانون التصالح طبعا. ايه هي شروط يعني آه ما ينفعش حد يبقى باني على اراضي دوله املاك دوله ويتصالح. ما ينفعش حد يبقى باني على ضفاف نيل ويتصالح، ما ينفعش حد يبقى باني على هيئه اثار ويتصالح، في 16 شرط في اللائحه التنفيذيه يا استاذ احمد آه مستثناه من قانون التصالح، لكن اي حد آه باني خارج الحيز العمراني وله مخالفه يجوز التقديم لطلب التصالح. تمام يعني الكلام مع حضرتك شيق والموضوع محتاج كتير طبعاً جدا طبعا الموضوع محتاج كتير جدا يعني تمام ولكن للاسف انتهى سامحني وانا بشكر حضرتك يا باشمهندس وان شاء الله نلتقي في حلقات قادمه باذن الله ونشرح شرح يعني مفصل اكتر من كده اعزائي المشاهدين كنتم معنا في برنامج حلم حياه وانتظرونا ان شاء الله في الحلقات القادمه